الكعب العالي فهو السبب ما له علاقه البلاط الله يسلمك. الله يكتب لكم في كل خطوه سلامه. هنا المطبخ، هنا في حمام عزك الله واكرمك، هنا في غرفتين نوم سلام، وهنا يا بعدي في دوره تلميعه الحمد الله يعزك، وهنا في مغسله كده، لو تشوف المغسله من هنا هتشوف في مغسله هنا الحمد لله. ولا البلاط كمان نغيره لو حبيت؟ لا لا بدل البلاط، البلاط طيب ما يزلق ولا البلاط في الكعب. نقول مبروك على بركة الله، على بركة الله يسلمك. خلاص البيت لكم ان شاء الله. الله يسلمك لكم ان شاء الله. اشاور الاخت ونشوف ان شاء الله باذن الله لكم ان شاء الله. 90% لنا 100% 100% افريدي. مرحبا بكم. يلا ما ناخذ، خلينا نمشي. يلا 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 ما ناخذ يلا.